هلا اول شيء بالنسبه لنوع الخبز، يعني بنقدر نستخدم هذا الخبز الباجيت اللي هو خبز فرنسي، اوكي كثير طيب مع الجارليك بريد، او مثلا خبز زي هيك ساوردو، يعني اللي انت بتفضله الصراحه. اوكي اوكي، وبنقصهم وبنعمل هلا الخلطه الهاي. تمام، بسم الله. هون عندي معلقه كبيره زبده، وهون عندي راس توم قسمت اللي فوق وشويته بالفرن مع شويه زيت زيتون وملح لحد ما صار طري معنا مثل هيك، اوكي فصار زي المعجون. يا عيني. هلا اذا ما بدنا نعمل هاي الحركه، عادي بكل بساطه بناخذ سنين ثلاثه توم فريش و ايش اسمه نهرسهم، بنحط سنين ثلاثه عشان بيكون طعمه اقوى، فبس سنين ثلاثة بنهرسهم مع الزبدة والزيت. تمام. بس فحطينا هون عندي زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة، وهون رح أزيد معلقة عسل. معلقة العسل اختياري، ولكن عن جد تعطي نكهة كتير طيبة. أوكي. يا بنحط زعتر أخضر يا أما زعتر ناشف اللي إحنا بنحبه. الله الله الله. بنحط زيت زيتون، وإذا بنحب الحار بنحط شوية فلفل أحمر حار مجروش. إذا بدك تجرب. لا شكرا، بديش أجرب، أنا معتي ضربت وخلصت، انتهى الموضوع يعني. هون عندي شوية توم معمر، هاي برضو اختيارية. بنزيد شوية ملح، تكة فلفل، ونخلطهم لحد ما يصير عندي معجونة. هلا كون التوم متكرمل برضو صار زي المعجون، أوكي؟ خلطة جدا سهلة. وهلا عندي هاي خبز فرنسي، هاي قطعتها بالنص، هلا بدي أقسم هاي كمان. أنا كنت أتوقع موضوع الخبز المدهون بزبدة أسلس من هيك الموضوع، ولكن هاي تهويجة مرتبة ستنا. يعني إشي غير شكل صراحة، هي بسيط يعني. ولكن يعني لا غنية بالنكهات. لا السبت جاية، السبت جاية ما فيش مجال. طب الحمد لله، يعني بحاول أفكر بأشياء أبهرك فيها. لا لا السبت جاي خلص. خلص الحمد لله، خلص you're in. You're in. خلص خليفة أنت اللي شاهد على هذا الموضوع. خلص ماشي، برن لك السبت الصباح. تمام. هلا في طريقتين نقدر نشويهم، يا اما اول مرحله بنحطها بالفرن بس من فوق يكون الحراره عشان نحمشه، اذا بنحب انه يكون كريسبي بنحطه بالفرن 5-6 دقائق لحد ما اللي فوق يتحمص عندي، بعدين بطلعه وبحط عليه الجبنه الموتزاريلا وبارميجان، او يا اما بنحطها هلا دغري عليه وبرضه نفس الشيء بنشويها بالفرن لحد ما الجبنه تدوب وتصير ذهبيه و كريسبي. تمام اوكي. واحده رح اتركها بدون جبنه. اوكي. الجبنه برضه شيء اختياري، ولكن طبعا كثير اطيب التشيز جارليك بريد من العادي، انا هاي وجهه نظري طبعا. اوكي، فرح نحطها على فرن محمى مسبقا بس من فوق حراره 180 لحد ما يتحمش. طيب. عندي